وافق مجلس الشورى في جلسة أمس على مشروع بقانون يلزم وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير كل 3 شهور عن تنفيذ المشاريع اللي تقوم فيها. طبعا المؤيدين لهذا القانون أكدوا أن تنفيذ مثل هذا المشروع بيساهم في تقييم إنجازات تنفيذ المشاريع واللي تقوم فيها الوزارات، وفي نفس الوقت راح تساهم في تعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير اللي تنتج طبعا نتيجة هذه الخلل، وهذه طبعا كله بيكون بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في تنفيذ المشاريع، بحيث ممكن اعتبار مثل هذه التقارير كمؤشر فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية. وينص التعديل على أنه يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل 3 أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي وتنفيذ مشاريعها، وعلى أن تراعي التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية. خلونا نتعرف أكثر على هذا القانون والأهداف المرجوة من إقراره، وفي نفس الوقت الفوائد وتأثيره على كافة الأصعدة، من خلال هذا الاتصال مع سعادة العضو خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى. مساك الله بالخير. مساء النور. طبعا سعادة العضو، من خلال الكلام طبعا اللي ذكرناه الآن وهذا القانون الذي يتم فيه إلزام الوزارات بتقرير شامل كل 3 شهور، نبي نعرف شن هي الآثار المترتبة من جراء تطبيق هذا القانون. يعني في الحقيقة إذا سمحت يعني أبتدي، إن إحنا عندما ناقشنا مشروع القانون إحنا طبعا وجدنا بأن هذا التعديل راح يحقق عديد من الإيجابيات اللي ليس فقط يعني ستخدم السلطه التنفيذيه وانما ايضا السلطه التشريعيه. فراح يكون هناك في وجود الفائده بالنسبه للسلطه التنفيذيه ان يكون عندنا موجود بيان سير العمل وخطط وبرامج اللي وضعتها السلطه التنفيذيه. ايضا من ناحيه السلطه التشريعيه راح يكون طبعا يخدمها بدورها في متابعه ومراقبه المشاريع اللي تقوم بها الدوله واللي تكون مدرجة ضمن مشروع الميزانية العامة. نعم. يعني أيضا من جهة أخرى يعني إحنا في السلطة التشريعية دائما بحاجة للمعلومات اللي يكون يعني ممكن على أساسها نتقدم إحنا بمشروعات تطوير التشريعات تطوير القوانين. نعم. وبعدين في نفس الوقت يعني إحنا التقارير اللي طلبناها من خلال التعديل على هذا القانون هي راح تكون مثل مؤشر على قدرة الوزارات، قدرة الجهات الحكومية على أداء المشاريع اللي تضمنها مشروع الميزانية العامة. وبعدين إن هناك يعني نوع من الأهمية اللي ترى احنا عندنا موجود في الدولة، قامت بالاقتراض بتوفير جزء كبير من هذه الاعتمادات بالنسبة إلى المشروعات اللي هي مطرحة. يعني أنا أعتقد إن هو من غير المقنع أن يكون هناك عندنا موجود في اعتمادات لمشاريع اللي لا يتم تنفيذها على أرض الواقع مثلا. صحيح. بس أعتقد أنه يجب أن يكون هناك في متابعة، في هناك موجود رصد حق التصرفات بهذه الاعتمادات. نعم. اللي إحنا طبعا نتمنى أنها راح تكون ممكن تحقيقها من خلال تطبيق هذا المشروع بقانون. احنا بعد نتمنى هذا الشيء، لكن انا برجع مره ثانيه يعني سعادة العضو الى النقطه اللي ذكرتها قبل شوي اللي هو بالنسبه للمشاريع. هل المشاريع اللي راح يتم تقديم التقارير عنها المقصود فيها المشاريع السابقه التي تم نشرها في برنامج عمل الحكومه، او المقصود فيها المشاريع الجديده التي سيتم تنفيذها في المرحله القادمه؟ طبعا هو بعد كل مشروع قانون لا يمكن العمل بهذا القانون بأثر رجعي، وإنما يكون هناك موجود في العمل من بعد تطبيق هذا القانون، وبالتالي أنا أعتقد هو سيخدم المشروعات اللي هي مطروحة بالنسبة إلى الميزانية القادمة. ولكن مع ذلك أنا أعتقد أن في هناك موجود التزام من قبل السلطة التنفيذية بأن يجب عليهم استعداد بتقديم التقارير اللي راح تكون كل 3 أشهر بالنسبة إلى الأنشطة، بالنسبة إلى المركز المالي، وأيضا فيما يتعلق بالنسبة إلى التطوير في المشاريع اللي هي أخذت على عاتقها أن هي ملتزمة فيها من ضمن برنامج الدولة في الميزانية العامة.
جميل، يعني احنا قاعدين نلاحظ انه فعلا لو تم تنفيذ هذا الشيء او تم تنفيذ هذا القانون راح تكون فعلا هناك اهداف، يعني خلينا نقول توضع بشكل صحيح ويتم تنفيذها. مثل ما ذكرنا في اهداف وفي اثار، لكن احنا عرفنا ايضا ان لما تم طرح مثل هذا القانون كان في اصوات مؤيده وكان في اصوات للاسف خلينا نقول معارضه لتطبيق هذا القانون. نبي نعرف وياك على اسباب الرفض لمثل تنفيذ هذا القانون. يعني احنا خلينا نكون مع انفسنا في نوع من الصراحه، يعني انا اعتقد ان انا شخصيا ان الاختلاف في وجهات النظر خلال مناقشه اي مشروع قانون زين في صفه تشريعيه، هذا نعتبره هو يعني ظاهره صحيه وتساعدنا دائما ان احنا نخرج بقوانين تكون بصوره مطوره وتخدم الغرض من وراء وجودها. طبعا بعض الاخوه الاعضاء اللي يعني كان عندهم موجود في راي مخالف لتعديل، انا طبعا اعتقد ان انطلقت يعني مرئياتهم، عزتنا لا يكون في موجود من وراء هذا الطلب، هذه الاضافه على الماده في هذا القانون، لا يكون هناك في موجود تعطيل الحكومه عن اداء دورها التنفيذي، وكانوا يتكلمون على عزتنا لا يكون هناك في موجود شغل المعنيين بالوزارات او القائمين على المشاريع باعداد تقارير. الا احنا طبعا نرى انه هو تاكيد هذا التعديل هو يعني تاكيد راح يكون ان عندنا موجود تفعيل مبدا الشفافيه، وهذا هو طبعا اللي اكد عليه المشروع الاصلاحي لحضره يعني صاحب الجلاله الملك المفدى، وفي نفس الوقت ان احنا نتكلم بان احنا عندنا موجود في تطوير في عمل السلطه التنفيذيه، وايضا عندنا في موجود هو الالتزام بالتنفيذ حسب ما اقر من قبل السلطتين، وذلك عبر اعتمادنا الى الميزانيه العامه للسنتين المرحله الميزانيه. نعم، يعطيك العافيه طبعا سعاده العضو خالد المسقطي رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه والماليه بمجلس الشورى على هذا التوضيح. طبعا مشاهدينا مثل ما سمعنا من خلال هذا الاتصال، تطبيق مثل هذا القانون راح يساهم في امور كثيره.